السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على بعض المواقع باش نحملوا منهم الكتب بصيغه بي دي اف. فملي كنبغيو مثلا نبحثوا على شي كتاب معين، يمكننا نجيو بكل بساطه جوجل، كنكتبوا الاسم ديال الكتاب وكنعملوا بي دي اف. مثلا غنعملوا هنا شي كتاب مثلا مقدمه وكلافي، يعني مقدمة ابن خلدون مثلا. خلدون غادي نزيد قدامها بي دي اف، هاي هي الثانية مقدمة ابن خلدون بي دي اف. دابا هنا كيطلعو لنا مجموعة من المواقع يمكننا نحملو من أي موقع منهم، ولكن يمكن مثلا تدخل شي موقع هذا الاولي وما تجبرش في هذاك الشيء اللي خصك. وفي هذه الحاله هذه باش نتفاداو هذه المشاكل واضاعه الوقت، غنشدو جوجل وندخلوا لهذا السيت هذا بي دي اف درايف. ندخلوا لهذا السيت هذا، نعملوا مثلا مقدمه ابن خلدون طبيعة الحال. هاد لي سيت كاملين غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في الديسكريبسيون تحت. هي مقدمة ابن خلدون، يعني كنجبروها ديريكت مباشرة. إذا بغيناها بالأجزاء هما الجزء الأول والجزء الثاني، بغيناها ديريكت كندخلو مثلا هنا وكنطيليشارجيوها دولود. صافي، كنستنى واحد شوية وغادا تيليشارجها. وهاد الموقع بي دي اف درايف غني بالملفات بي دي اف، يعني كيقول لك انا واش تختار واش بي دي اف اولا اي بوب. نعملو بي دي اف، كنسكيو عليها، ها هو دخل. وطبيعة الحال في الكتب بجميع اللغات، اللغة العربية والانجليزية، كنجبرو هنا لي كاتيجوري. هما لي كاتيجوري هنايا مثلا الار ولا المهم على حسب اللي كتفتش فيه. يعني هذا نقدروا نعتبروا هاد بي دي اف درايف هو واحد الموتور دو ريشيرش ديال الكتب. هنا كنجبروا المكتبه الوقفيه، هادي حتى هي واحد المكتبه يعني مزيانه، سبق لي حملت منها بزاف الكتب وعندها لي زابليكاسيون ديالها في الهواتف الذكيه. هنا ملي كندخلوا للسيت كنجبروا البحث ولا بغينا نفتشوا على شي حاجه، وهنا كنختاروا واش الاسم ديال المؤلف ولا العنوان ديال الكتاب ولا المحقق ولا المهم على حسب الحاجه اللي كنبحثوا عليها. وهنا كيقترح عليك يقول لك الاضافات الاخريه اللي دخلوا، يعني كتب الاخريه اللي دخلوا في الموقع. وهنا الاكثر تحميلا، يعني اللي دخلوا اللي تيليشارجوهم الناس بزاف. طبيعه الحال ابن تيميه هو الاولي، انا بزاف الناس اللي كيدخلوا لهاد الموقع هذا كيكون يعني البحث ديالو على الكتب الدينيه. الموقع الثالث غادي نهضروا على عالم الكتب. هذا الموقع هذا فيه انواع الكتب بزاف الانواع، ولكن اللي تم انتباه ديالي انه كيهتم بواحد فيه واحد الطابع انفورماتيك، واحد الطابع معلوماتي، يعني المواقع وكاين قواعد البيانات وكاين برمجه وكاين نظام التشغيل ويندوز ولا كتب الاوفيس ونظام لينكس، وكاين جرافيك، وكاين الشبكات، هي كتب الامن والحمايه، كتب الشبكات، يعني مسائل عندها علاقه بالانفورماتيك بزاف او التكنولوجي. ولكن في نفس الوقت كاين حتى الكتب الادبيه والروايات وكتب بحال هذا الشكل هذا. هنا كيقول لك تطوير المواقع، كتب في التنميه البشريه يعني براين فوقي وديك شي، كتب اللغات الاجنبيه،
هكذا ما بين ليش لي كاتيجوري دو لي كاتيجوري د الكتب اللي ما عندها شي علاقه بالانفورماتيك كتب ادبيه جمعوهم هنايا جمعوهم في كتب ادبيه علوم سياسة علم النفس كتب منوعة يعني هنايا جمعوهم في هادو جوج الاخرين كتب دابا موقع اخر بالنسبة لهاد الموقع هادا كتب بي دي اف اللي كتدخلو اول حاجة كتبغى هي اقتباس اليوم هاد الاقتباس هذا كل نهار كيتبدل يعني كيعطيك واحد السؤال ولا فكره معينه وكيقول لك شكون مولاها يمكن لك انت مثلا تكوبيها عندك في الفيسبوك او في شي جروب وتناقش عليها مع الاصدقاء ديالك هنا عاود كنجبروا التصنيفات المؤلفون واحداث الكتب يعني بحال لي كاتيجوري هنايا بعد ملي كنهبطوا شويه كنجبروا كتب التنميه البشريه اكثر كتب التنميه البشريه تحميلا اللي حملوهم الناس بزاف من بعد المختارات يعني هما كيختاروا لك بالادب الانجليزي ولكن هادو مترجمين للعربيه من بعد مختارات من كتب المقارنه الاديان يعني دابا هاد واكثر الكتب تحميلا لانك الله هذا قريتو اياه يعني كتب مشهوره ومعروفه كتشوفوها بزاف مواقع التواصل وخلاء وهنا على جهه الشمال كنجبروا لي كاتيجوري الكاتيجوري يعني كتب القانون تاعو كاينين من بعد كنجبرو تحت مؤلف يعني اشهر مشهورين وصاف شي كاملين طبيعه الحال هاد المواقع هادو يمكن لك تدخلهم لي ما كتكونش عارف راسك شنو خصك تقرا اما ملي كتكون عارف راسك شنو خصك تقرا فبكل بساطه اجيني هنا بي دي اف درايف وافتح على الكتاب اللي خصك هاد الموقع هذا ماي بوك تعاود فيه لي كاتيجوري هنا من فوق كنجبرو هنا الاقتباس ديال اليوم يعني كيشبه الموقع هاد الكتب بي دي اف كيشبهو من بعضهم ونهبطو غادي نجبرو نرشح لك يعني هما كيقترحو عليك نزيدو نجيبو شي حاجة اخرى وهنا الأقسام هنا المميزة يعني كنجبرو هنا أحدث الكتب اللي دخلوها مجدود والأكثر قراءة والأكثر تحميلا عندهم في هذا الموقع هذا 16 الأقسام وعندهم 3340 الكتب و كتب للقراءة 6756 والمعجبون 2,800,000 فرق كتب الكتاب هذا يعني نتحمل أما هادو غير القراءة وصافي بلا تحميل يعني نعود المعلومات أخرى على الموقع وهذا الموقع هذا بوكسيرا اللي كندخلوا له كنجبروا احداث الكتب من الاولين بعد كنهبطوا شويه وكنجبروا لي كاتيجوري هذا في التصميم ديالو هذا الموقع هذا صغير ولكن ملي كندخلوا مثلا كتب متنوعه ولا منوعه ندخلوا نشوفوا شنو فيها اللي كتجمعوا بزاف د الاختيارات كاين لي باج شحال لي باج شي كامل كتب اغا ما تقرا كاين هذا كلشي اليوم واذا عجبكم المحتوى ديال هاد القناة ضغطوا على زر لايك وعملوا ابوني وما تنساوش تفعلوا زر الجرس ما
باش توصلوا بكل جديد. فنتلقاو ان شاء الله في القريب العاجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.